كشفت قوات سوريا الديمقراطية حصيلة اعتداءات وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا خلال شهر شباط فبراير الماضي، مؤكدة أن الاحتلال شن بعد كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة 24 هجوما بالأسلحة الثقيلة والدبابات. المزيد في التقرير الآتي. لم يتوقف الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية عن قصف مناطق شمال وشرق سوريا بالرغم من كارثة الزلزال المدمر الذي تعرضت له مناطق واسعة من البلاد مطلع الشهر الماضي، والذي راح ضحيته آلاف الأشخاص وخلف أضرارا كبيرة في البنى التحتية، ضاربا بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية لتقليل العنف لتسهيل عمليات الإغاثة. المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أصدر بيانا كشف فيه حصيلة انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي وهجماته على شمال وشرق سوريا خلال شهر شباط فبراير الماضي. وبحسب البيان، فقد نفذ الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية خلال الفترة التي تلت كارثة الزلزال مطلع الشهر الماضي 24 هجوما بالأسلحة الثقيلة والدبابات، بالإضافة لاستهدافين بوساطة الطيران المسير وتفجير عبوتين ناسفتين بسيارتين مدنيتين في الحسكة وحي الشيخ مقصود في حلب. البيان أشار إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن فقدان 4 مدنيين بينهم مسن لحياتهم وإصابة 3 آخرين بينهم امرأة، كما تسببت بأضرار واسعة بممتلكات ومزارع المدنيين ومنعتهم من الوصول إلى محاصيلهم الزراعية. ودعت قسد خلال البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لمحاسبة الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية على جرائمهم واستغلال كارثة الزلزال في التصعيد، مطالبة بضرورة وضع آليات تمنع الاحتلال من مواصلة هجماته في ظل الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المنطقة. كما أشارت قوات سوريا الديمقراطية بأن خياراتها في الرد على اعتداءات الاحتلال التركي لا تزال مرهونة بالدوافع الأخلاقية والإنسانية نظرا لما تمر به المنطقة من ظروف صعبة بعد كارثة الزلزال، مؤكدة على ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التركية. ولمتابعة هذا الموضوع من شمال وشرق سوريا ورحب بمحمود حبيب الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي. أهلا بك سيد محمود في برنامج حديث اليوم على شاشتها. إذا تركيا مستمرة باعتداءاتها على شمال وشرق سوريا رغم النكبة الإنسانية التي تتعرض لها وأيضا تتعرض لها سوريا بذات الوقت، برأيكم البداية ما الهدف من استمرارية الاعتداء تركيا من هذه الاعتداءات وهذه الهجمات على شمال وشرق سوريا في توقيت أنها تعاني أساسا النكبة السامية؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. الأهداف جديدة ومتجددة وتبدأ منذ أن بدأت الأزمة في سوريا، حيث رأت تركيا أن هذه الأزمة يمكن أن تكون مناخ مهم لإنفاذ مخططاتها في الشمال السوري. اجتمعت كل الأسباب لتكون حكومة العدالة والتنمية تحضر لافتراس هذه المنطقة. إذن الاعتداءات ليست فقط اعتداءات عسكرية كما ذكر تقريركم أنها أكثر من 24 استهداف خلال شهر شباط، ولكنها عملية مستمرة منذ أن كما قلنا بدأ هذا الحراك في سوريا، حيث عملت تركيا على تشكيل على مدى 12 عاما من العبث الملف السوري مزيج خطير من مراكز القوى القذرة كما يقال التي تريد أن تسيطر عليها وتريد أن تحركها لخدمة للأهداف التركية. والآن هناك مناطق سورية محتلة احتلالا كاملا من الدولة التركية. نحن هنا لا نبالغ في الإعلام، ولكن نريد أن نؤكد للسادة المشاهدين على حقيقة تقول أن هناك أراضي في سوريا الآن هي تحت الوصاية التركية الكاملة، وتمارس تركيا فيها دور الدولة المحتلة من كل الاتجاهات وبكل الظواهر والأسباب. على هذا الأساس لن تتوقف رغبة تركيا
في ضم المزيد من المناطق في الشمال السوري إلى هذه الهيمنة التي تؤهل هذه المناطق لتكون أجزاء من الدولة التركية القادمة. في هذا الصدد تضع تركيا الكثير من الذرائع والحجج الواهية لتبرير هذه العملية، ولكن العملية الواضحة تماما هي استعادة لأحلام الدولة العثمانية في احتلال مزيد مناطق في سوريا وإحياء قانون الملي الذي يقول أن حلب والموصل أجزاء من دولة تركيا ويجب إعادتها، وفي نفس الوقت تضرب عدة عصافير كما يقال حجر واحد، تخرب الحياة المستقرة والآمنة للمكون الكردي في سوريا بفوبيا قديمة جدا تتعلق بالعداء العنصري لمكونات المنطقة ومنها القومية الكردي، وفي نفس الوقت تضرب الاستقرار القائم في شمال شرق سوريا المتمثل بوجود الإدارة الذاتية، لأن هذه الإدارة تكشف عورات المجتمع الدولي التركي والأسلوب التركي في شمال غرب سوريا. طيب الرسائل، يعني كما تتابعون حضرتكم سيد محمود، كارثة الزلزال يعني خلفت ارتدادات سياسية، محاولات تقارب مثلا مع دمشق، اليوم المجتمع الدولي الكل مشغول بمسألة التداعيات الإنسانية أيضا نتيجة كارثة الزلزال، فهل هناك أيضا رسائل معينة تحاول أن توصلها اليوم تركيا كدولة احتلال مثلا، كدولة معتدية على الشمال وشرق سوريا، على سوريا بشكل عام، رسائل للداخل مثلا أو للخارج من خلال استمرارية هذه الاعتداءات؟ استثمر أردوغان وحكومة العدالة والتنمية في الزلزال كل ما استطاعوا من استثمار، بردوا العلاقات الساخنة كانت ما بينهم وبين اليونان وبينهم وبين أرمينيا، ذلك الفتور كذلك انسحب على حرارة في العلاقات مع مصر والسعودية، استطاعت أن تستجر الاستعطاف الدولي والإقليمي من خلال كارثة الزلزال، وجير أردوغان كل هذا الاستعطاف لصالح حكومته وحزبه. الخط الأحمر الوحيد الذي رسمه أردوغان بأنه لا يمكن أن يتقارب معه أو يتفاوض معه أو حتى يقبل منه الإغاثة هي منطقة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. كان العداء واضح تماما بدأ منذ اليوم الأول من الزلزال، وانتهاء بما يسمى مؤتمر المانحين الذي قد يعقد في تركيا، والذي استبقه أردوغان بعبارة أنه لا يمكن للإرهابيين المشاركة في هذا المؤتمر، وكان يقصد بذلك فقط الإدارة الذاتية أو منطقة شمال شرق سوريا. هو لا يريد أن يترك أي فرصة لهذه الإدارة ولهذه المنطقة بالظهور على الصعيد الوطني أو الإقليمي بظهور دور الفاعل، يريد أن يشيطن دورها ويريد أن يكثر من أسباب الموت المباحة التي تبيح له ضرب هذه المنطقة. كارثة الزلزال استفاد منها أردوغان كثيرا، وجه الدعم لشعبه، تضرر السوريون كثيرا جدا كان في الداخل التركي وإن كان، وخصوصا في منطقة الزلزال جنديرس وعفرين وغيرها، رأينا هناك وسمعنا وهناك شواهد كثيرة تدل على عنصرية بالتعامل مع السوريين حسب العرق وحسب الانتماء. الزلزال كان كارثي على السوريين بكل مقاييس، وزادت تصرفات حكومة أردوغان ومن يدور بذلكها من حكومة الإنقاذ الحكومي المؤقتي والجيش الوطني، زاد من أزمة الزلزال أزمات مضاعفة، وحتى الآن الآلاف أو عشرات الآلاف من السوريين لا يجدون خيمة يتأون بها من برد الشتاء أو من حر الصيف، الكثيرون بدون معونة غذائية. كل هذه الأفعال كانت استثمار واضح لأردوغان في الأزمة الإنسانية، يريد أن يستعطف دول العالم بقوله أنه يأوي 4 ملايين سوري في الداخل السوري ومثلهم في الداخل التركي، وبهذا يكون له هناك كرت مفتوح كما يقال للدعم إن كان الإغاثة وإن كان السياسة. في البداية ذكرت نقطة مهمة جدا بأنه يعني اليوم أردوغان يذكر في أكثر من مناسبة في أكثر من تصريح بأنه لا يرغب بالسلام أو الحوار مع المنطقة بحسب توصيفاته الخاصة. كيف ستتأثر اليوم دعوات المنطقة أساسا التي ترغب بالحوار، ترغب بالسلام، ترغب بإرساء الأمن والاستقرار مع التعنت التركي بعدم أن يكون هناك سلام مع المنطقة أو حوار مع المنطقة؟ كيف ستتأثر هذه الدعوات يعني من خلال استمرار اليوم الاعتداءات التركية عسكريا على المنطقة؟ دعينا نقول أننا لا نمارس السياسة هنا بقصد الابتزاز السياسي أو بقصد المكاسب المؤقتة، نحن نحمل هما وطنيا يتمثل في حماية الملايين من شعبنا المتواجدين في شمال شرق سوريا، هذه هي بوصلتنا وهذا هو هدفنا المعلن،
وليس لدينا أهداف أو أجندي تحت الطاولة كما يقال. نحن لا نراهن إلا على حماية شعبنا وعلى استقرار منطقتنا، وعلى هذا الأساس نحن نعتمد سياسة طويلة الأمد وكذلك النفس الطويل كما يقال في التعاطي مع كل الأطراف ومنها تركيا. حتى وتركيا نحن لن نقطع صلة أو مبدأ الحوار مع تركيا أو مع أي طرف يريد الحوار معنا. كما قلت لكم القضية متعلقة برؤية حكومة أردوغان لهذه المنطقة، تراها بؤرة معادية تريد القضاء عليها، تراها حجر عثرة في طريق ابتلاعها لشمال شرق سوريا، تراها حالة فريدة للديمقراطية والتنوع الذي يعطي لكل ذي حق حقه، يهدد الدولة التركية القومية العنصرية إن كانت لدى حكومة أردوغان أو غيرها. ليس بقية الأحزاب في تركيا أحسن من حكومة العدل والتنمية، الكل ينظر إلى الأعراق المتبقي في تركيا أو في سوريا أو في العراق نظرة دونية، لا يريدون أن يصل هؤلاء إلى حقوقهم. إذن نحن لن نتأثر فيما يراه لنا أردوغان بأننا معادين له. نحن كما قلنا حتى الآن لا يستطيع أردوغان أو أي حد من أبواقه أن يؤكد ولو لمرة واحدة أننا اعتدينا على الأمن القومي التركي على سبيل المثال. لا يمكن أن نكون نحن انفصاليين كما يدعي البعض. الانفصال هو ما يحدث الآن في شمال غرب سوريا، حيث منعت المساعدات من الوصول، حيث منعت المساعدات من الوصول لمناطق حكومة دمشق، حيث تمت هذه تركت هذه المنطقة أكثر من 4 أيام بدون أن يدخل عليها ولو حب الدواء واحد في فترة أزمة الزلزال الخطيرة. الانفصال المتعلق برفع الأعلام والعمل والتعليم واستجرار المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت والصحة وكل ذلك وتعيين ولاة، وصلت القضية في بعض مناطق شمال غرب الفرات إلى تعيين ولاة أتراك في تلك المناطق. هناك يحدث الانفصال، هناك من الممكن أن نخسر أجزاء هامة وعزيزة علينا من الأرض السورية لصالح طمع حكومة أردوغان. إذن ما يوجه إلى أردوغان ما يوجه إلى المنتهم هي تتناسب مع أفعاله على الأرض، وليس لدينا أي عداوة دائمة مع أحد. أقول مرة أخرى سنبقى مستمرين في سياسة اليد ممدودة لحل الإشكالات الكبيرة في سوريا، ودائما لدينا سقف واضح اتفقنا به مع الشركاء الدوليين أن سقف هذه الحالة يتمثل في القرار الدولي 2254 وهو كما نعتقد هو الرافع الحقيقي للحل في سوريا. طيب قصد سيد محمود دعت في بيانها وطالبت المجتمع الدولي أن يضع آليات تمنع الاحتلال التركي من استمرارية هجماته في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة، ما هي الآليات التي تطالبون بها؟ ما هي الآليات اليوم التي من الممكن أن توقف اليوم الاحتلال التركي عند حده مثلا؟ الآليات التي يطالب بها هي الآليات التي وقع عليها كل الأطراف. هناك اتفاقية وقف اطلاق نار ما بين قوات التحالف الدولي ودولة تركيا، هناك كذلك عمليات أو اتفاقية لوقف اطلاق النار وتسيير الدوريات ما بين الاتحاد الروسي وبين الدولة التركية، وهناك أخيرا أتى التنويه من الأمم المتحدة بأنه يجب وقف العمليات القتالية في فترة الزلزال. هذا يطالب به المجتمع الدولي، يطالب به الأطراف الفاعلة في هذا الصدد بأن تعيد إحياء هذه الاتفاقية أو تعمل بمضمونها على أقل تقدير. ونحن جاهزون لسحب الزرائع من الدولة التركية، وخلال الفترة الماضية تم تسيير دوريات مشتركة ما بين القوات التركية والقوات الروسية على منطقة التماس لكي تراقب، وهذا متاح في كل وقت أن تسير تلك الدولة لتراقب هل هناك خطر يتهدد الأمن القومي التركي لكي نسحب هذه الزريعة. إذا نحن نستطيع أن نقدم كل ما يمكن تقديمه لإعادة إحياء هذه الاتفاقيات من جديد، ولا نعلم لماذا يسكت الطرفان الضامنان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الضامنان لوقف اطلاق النار، لماذا يسكتوا على هذا الاعتداء المستمر والمتواصل؟ ولتكونوا بالصورة، هناك غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها رفع كل الاعتداءات التي تحدث على المنطقة لهذه الغرفة، ولا نجد أي ردة فعل حقيقية. أعتقد بالبعد الآخر لهذا الموضوع أن أردوغان يستثمر في أو يستفيد أو يستغل على أقل تقدير الاشتباك الدولي الحاصل الآن في أوكرانيا، حساسية المواقف الدولية تجاه تركيا، والتي يضمن من خلالها أن تذهب هذه الاعتداءات كما يقال ضمن سياسة غض الطرف على أقل تقدير. نستطيع القول بأن هناك خطوط حمراء لأردوغان بأنه لا يستطيع القيام بعمل عسكري جديد في المنطقة، ولكن يحاول أردوغان بكل الطرق كسر هذه الخطوط، ويحاول شراء زمن لبعض الدول الإقليمية والدولية لكي ينفذ مشروعه القديم الجديد كما قلنا، والمتمثل في احتلال أجزاء كبيرة من شرق الفرات
الانتصار وفي القضاء على منطقة شمال شرق سوريا. نحن ما نريد ما نقوم به نحن الآن هو التجهيز، ونعتبر أن عملية الاعتداء هذا قد تحدث في أي لحظة، ونعود لإحياء ما ذكرناه في أيار الماضي بأننا إذا كان أردوغان لديه كما يقال الفرصة لأن يبدأ هذه العملية ولكن لم نسمح بأن يكون لديه الفرصة لينهيها، لدينا تعهدنا هذا القديم الجديد بأننا سنشعل كامل منطقة الحدود على دولة الاحتلال التركي، وإن كنا نحترم الآن وقف اطلاق النار خصوصا للنظر للحل الإنساني، ولكن إذا ما تطور الأمر وغامر أردوغان بقيام بعملية بريء ضد منطقة شمال شرق سوريا فلن يبقى هناك أي خطوط حمر لكي نقوم بالرد المناسب وعلى طول الجبهة. بس أكتفي بهذا القدر الوقت المخصص للمحور انتهى. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. هو مجمل هذه القراءة من شمال وشرق سوريا السيد محمود حبيب الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي، شكرا جزيلا لك. من جديد مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.